بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للسالكين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد. فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، الشيخ الدكتور محمد بن سعيد القحطاني، فضيلة الشيخ نائب رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني بأبها، الدكتور فضيلة الشيخ عبد الله بن علي أبو عشي. إخواني الكرام، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. نحييكم ونرحب بكم أيها الكرام في هذا اللقاء المبارك، والذي نفتتح بتلاوة عطرة من آيات الله البينات مع الأخ المنصور صالح. فليتفضل الأخ منصور صالح. مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر بسم ربك الذي
كلمة الترحيبية لفضيلة نائب رئيس مجلس الإدارة بالمكتب الشيخ الدكتور عبد الله بن علي أبو إيشي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله يجزي المحسنين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، الأخ الحبيب الشيخ محمد بن سعيد القحطاني، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم هنالك أستطيع أن أقول برقيات من الامتنان والعرفان لعدة جهات وعدة أفراد، بل ما نحتفل به في هذه الأمسية المباركة ما كان ليتم أصلا لولا فضل الله أول، ثم وقفة مؤسسات وإدارات وأفراد وقفوا وقفة شهمة نبيلة، وتمت هذه الدورة بحمد الله. أتوجه أولا إلى مقام إمارة منطقة عسير بتسهيلها وتذليلها لجميع الصعوبات التي جعلت من هذه الدورة، والتي كانت أمنية ولله الحمد أن تحققت، ليس فقط لهذه السنة وإنما على مدى 5 سنوات. ثم أتوجه بالشكر والعرفان وأصدق الدعاء وأجزله إلى مقام وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ممثلة في فرع الوزارة بمنطقة عسير، وكما عهدنا فيهم سواء بهذا النشاط الذي يأتي تحت مظلة إدارة الدعوة وتوعية الجاليات، أو النشاطات عامة في الإدارة المماثلة إدارة الدعوة والإرشاد، عرفنا عنهم وعهدنا عنهم كل وقفة، وقفة نبيلة لتسهيل المهمات وتمكين هذا المكتب التعاوني من أداء أهدافه وواجباته. ثم أتوجه بالشكر والامتنان إلى شريحة من الداعمين، وهم أنتم الذين لولا الله ثم أنتم لما تمكننا من أن نصل بهذا المكتب ونصل تعريف ورسالة الإسلام إلى أكثر من 175 دولة في العالم، وتجاوز عدد اللي أسلموا 4000 يمثلون 33 جنسية. فأهنئكم، لقد وفقتم للوقفة مع هذا المكتب التعاوني وفي أشرف عمل، وهو عمل الأنبياء، الدعوة لهذا الدين. لكم منا الشكر الجزيل، ونسأل الله المولى القدير أن يجزي لكم المثوبة ويعظم لكم الأجر. وما هذه القاعة التي نجتمع فيها وعلى مدى 3 سنوات إذا لم تكن أكثر إلا من ثمرات دعمكم. ففضيلة الشيخ عبد الله بن عبد المحسن الخميري تكرما منه، سواء في هذه السنة، هذه الدورة، أو العام الماضي أو الذي قبله، يقدم هذه الصالة بجميع إمكاناتها من وسائل وعروض في خدمة الدعوة، فله منا الشكر الجزيل. الدورة ما كادت لتتم لولا العطاء السخي والعطاء المفيد من كوكبة من أساتذة الجامعات والدعاة الذين قدموا الكثير لإثراء هذه الدورة، وشاركوا بما لديهم من خبرات، وقبل خبرات الإخلاص والتفاني لخدمة هذا الدين، قدموه لشريحة وكوكبة من الإخوة والأخوات، بل أسميهم من الدعاء والداعيات، تجاوز عددهم 60 مشارك ومشاركة. أعضاء مجلس الإدارة، أعضاء لهم من الله سبحانه وتعالى جزيل الثواب، محتسبون لله ويعطون من وقتهم وجهدهم وآراءهم وتوجيهاتهم الكثير لهذا المكتب التعاوني، فلهم منا الشكر الجزيل.
فضيلة مدير المكتب وفضيلة مدير إدارة الدعوة والإرشاد، وهذه الثمرة التي والتي نحتفل بها في هذه الأمسية ما هي إلا من نشاط من أنشطة إدارة الدعوة وتوعية الجاليات. وكما تعلمون فهذا المكتب يمثل إدارتين: إدارة الدعوة والإرشاد، ونقصد به جميع المناشط التي تقدم باللغة العربية وللمسلمين أصلا، ثم الإدارة المماثلة أو الرديفة وهي إدارة الدعوة وتوعية الجاليات. والجاليات على شقيهم، سواء منهم المسلم ولكن لديه من البدع الله المستعان الكثير، فنقدم له التوعية. وغير المسلم بل نسميهم الباحثون عن الحقيقة، ونقدم لهم التعريف بالإسلام. فالشكر الجزيل لإدارة المكتب ولمدراء هاتين الإدارتين على هذا الجهد الملموس. المشاركون والمشاركات في هذه الدورة، والذين نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يفعلوا ما استفادوه على أيدي أكاديميين وأساتذة جامعات ودعاة، بعضهم من المنطقة وبعضهم من خارج المنطقة. فاحتفلنا اليوم بقدوم فضيلة الداعية الأمريكي الشيخ حذيفة عبد الرحيم، والذي له في الدعوة ما يربو على 27 سنة. جاءنا في هذه الأمسية وقدم محاضرة مهمة بعد صلاة العصر، فله منا جزيل الشكر والعرفان. وأيضا كوكب الإخوة الذين جعلوا خبرتهم وتجاربهم الطويلة في الدعوة في متناول مجموعة من المشاركين والمشاركات، بل كما ذكرت بل من الدعاة والداعيات. أما الدورة فباختصار استمرت على مدى 7 أسابيع، وكانت تقدم من بعد صلاة العصر إلى أذان العشاء على مرحلتين، وقدمت خلالها عدة محاور وناقشت عدة محاور من كيفية تقديم الإسلام إلى من هم نصارى ومن هم هندوس، بل تخللها كثير من وسائل الدعوة. فقد أتحفنا الداعية الفرنسي والذي يحمل جنسية جنوب أفريقيا الأخ أندري عبد الرحمن بمحاضرة عن كيف نوظف ما يسمى مهارة الاتصالات communication skills، كيف نوظفها لتقديم الدعوة لتقديم الإسلام، وأيضا كثير من المحاور المختلفة. واكب هذه المحاور مجموعة من المواد الدعوية التي وزعت على المشاركين والمشاركات بل الدعاة والداعيات، وحاولنا بقدر الإمكان أن ما يوزع عليهم في تلك الفترة يواكب موضوع المحاضرة أو النقاش الذي سيلقى إليهم في ذلك اليوم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أننا قد وفقنا، وهذه المواد هي التي ستبقى بالإضافة لأهمية المحاضرات، لكن هذه المواد التي أسميها أدوات الدعوة ستبقى معهم وتفيدهم، وربما أنهم يفيدون بها غيرهم. في الختام، ما أكثر الدورات وتعددها، ولكن يبقى السؤال المهم: هل فعلنا ما كسبناه من استراتيجيات في الدعوة ومن أدوات للدعوة في الواقع أم لا؟ خاصة وأن لغة الأرقام تتكلم عن 6.5 ملايين من الجاليات، منهم من المسلم ومنهم غير المسلم في المملكة العربية السعودية. وهذه، واسمح لي فضيلة الشيخ محمد بصفته رجل شرعي، أستخدم عبارة يستخدمها الفقهاء أنها غنيمة باردة، فرصة عظيمة. وقبل أن تكون فرصة عظيمة، كما ذكر الشيخ الداعي الأمريكي حذيفة عبد الرحيم، أنها مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. ما الذي قدمناه لهؤلاء الناس اللي جاءوا وحضروا إلى مهبة الوحي، هل قدم لهم الإسلام أم لا؟ أترك الإجابة لضمير كل من شارك في هذه الدورة من الدعاة والداعيات، بل وقد وزعنا عليهم من ضمن اللي وزعنا اليوم ميثاق. هل هو ميثاق مع المكتب التعاوني؟ لا، ميثاق مع الله سبحانه وتعالى. ووضعنا عبارة تسمى Each One Reach One، بمعنى بعد هذه الدورة بدأ بلورتها إلى الواقع.
حصلتم على ما حصلتم عليه من استراتيجية الدعوة ومن أدوات الدعوة، ولكن ستبقى تنظير إذا لم تفعل في الواقع. وكلنا أمل في الله أولا، ثم في الدعاء والداعيات الذين شاركوا في هذه الدورة أو الدورات التي سبقتها، بأن يفعلوا هذا في الواقع. والواقع في حاجة، في حاجة ماسة لمعرفة عن الدين. اسمحوا لي في الختام، بيننا إخوة وعلى رأسهم ضيف الشرف الذي أو أسميه يعني المتحدث الرسمي في الدورة فضيلة الشيخ حذيفة عبد الرحيم، لا يجيدون اللغة العربية، وهذا لتقصيرنا. كنت أتمنى أن اللغة العربية قدم لها لو 10% مما قدم للغة الإنجليزية. أين معاهد تعليم اللغة العربية لهؤلاء العدد الهائل من الجاليات؟ أعترف بالتقصير، وربما هذا التساؤل يرد إلى الجامعات وبالأخص جامعة الملك خالد، والذي سمعت والله الحمد أن ربما هنالك تفكير في إقامة معهد لتعليم اللغة العربية، لغة القرآن ولغة أهل الجنة. فأقول أما الوضع كما هو فأذنوا لي ولو دقيقتين فقط لا أتجاوز عنه، بأن أحدثهم على أساس لا يشعرون بنوع من التهميش أو عدم الاهتمام، خاصة أنه يوجد بيننا بروفيسور مفتح الذهن وقدير في تخصصه، وهو البروفيسور بابو ومجموعة من معه، وأيضا الأخ المسلم الذي أسلم منذ 9 أشهر تقريبا في المكتب، الأخ الأستاذ في جامعة الملك خالد أندري عبد الرحمن، وأيضا الضيف الشرف على هذه الدورة الشيخ حذيفة عبد الرحيم. فأقول لهم dear respected brothers, brother حذيفة, professor بابي, brother أندري, دكتور فياض الدين, دكتور سيد, all those who do not speak Arabic. Why? Due to our shorting, that it is our mistake. It is us that we didn't do our duty to teach Arabic. So you don't blame yourself, we blame ourselves. I say I greet you in the Islamic way, so by saying Assalamu alaikum. Another thing that we thank you very much for your attendance. We thank you, Brother Hudayfa, very much that you came all the way from Riyadh to share with us the beautiful jewels and strategy that you gave us this afternoon. And also your participation, Professor Babu, was very enriching to our lecture last week. So we thank you very much. I respect you very much. You have an open mind. And really, I met you for the first time, but I feel that I know you a long time ago due to your openness and inquisitive mind. Brother Andri, he gave us a very beautiful presentation about communication skills, and we promised him that we will use these skills and what we learned from him for the sake of Dawah. Without any more addition, I'm sorry for taking too much of your time. في الختام أتوجه بالشكر الجزيل أن يجزل المثوبة والأجر لكم جميعا، وأن آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أخشى أن تأخذنا الكلمات والوقت ضيق، ولكني في البداية أرحب بكم جميعا وأشكر لكم حضوركم، كما أننا نخص بالشكر كل الداعمين وكل المشاركين، وخاصة ونحن في مستشفى أبا الخاص، فتحية خاصة للشيخ عبد الله بن عبد المحسن الثميري. وأحب فقط أن أعطي بعض النقاط وبعض الإحصائيات للمكتب. فالمكتب التعاوني منذ إنشائه عام 1409 بدأ في مكان صغير كما يسمى دكيكين، ولكن الحمد لله
أصبح الآن منارة دعوية على مستوى المنطقة، وتميز هذا المكتب بكثير من البرامج. هذا المكتب الذي يضم مجموعة من الإدارات، ونحن هذا اليوم في حفل إدارة دعوة وتوعية الجاليات لهذه الدورة. وما هذه الدورة إلا واحدة من 16 دورة علمية نفذها المكتب. هذا المكتب بفضل من الله أنه تميز في أشياء كثيرة، لكن لعلي أقول أنه تميز في الدعوة الإلكترونية، وكما قال الشيخ قبل قليل لن أكرر الأرقام، كما أنه تميز بعقد شراكة مع السياحة في منطقة عسير، وأقام 3 مخيمات دعوية في منطقة أبها، في مدينة أبها، حصلت بفضل الله ثم بجهودكم على جائزة المفتاحة لأفضل نشاط لعامين متتاليين. نفذ المكتب 1303 في السنة الماضية 1303 درس ومحاضرة، كما أنه نفذ 5 رحلات حج و27 رحلة عمرة، ونفذ أيضا 17 رحلة ترفيهية. ولا يقصد بالترفيه الترفيه لذاته، وإنما الترفيه في فئتين، فئة الشباب وفي فئة الجاليات، فهي ترفيه مع الدعوة. وزع مواد دعوية بعدد 34,741 مطوية، له نفذ أيضا 414 جولة دعوية، كما أننا أقمنا 16 حفلا للمعايدة سواء للجان أو للقطاعات أو للجاليات. في رمضان السنة الماضية كان هناك مسابقة أسرية، وكانت جائزتها عبارة عن سيارة، وهي المسابقة الأسرية الثانية، والتي رعاها الشيخ عبد الله بن عبد المحسن الثميري جزاه الله خير. للمكتب مجموعة من اللقاءات الدعوية بلغت 25 لقاء دعوي، ولدينا أكثر من 22 نشاط نسائي، كما أننا استطعنا التواصل مع 50 مسجد في مدينة أبها، وأقمنا مصليات متنقلة ولقاءات شبابية بعدد 74 مصلى متنقل، ونسقنا مع أئمة المساجد لقراءة من كتاب، فوزعنا ما يقارب 1194 كتابا للقراءة منها. لنا برامج لرواد المستقبل، وقد خصينا طلاب الثانوية العامة الثالث الثانوي سواء أبناء أو بنات، فنفذنا 32 برنامج لرواد المستقبل. أيضا كان هناك ما يقارب من 276 مسلم ومسلمة في دخلوا الإسلام السنة الماضية. اختصارا، الأعداد كبيرة والإحصائيات كثيرة، لكنني سوف أختصر على أننا نفذنا ما يقارب 9656 كفارة يمين، وأقمنا دورتين رياضيتين للجاليات كان الهدف منها الدعوة، وباشتراك مع نادي أبها الرياضي، وبفضل من الله سبحانه وتعالى أسلم مجموعة ممن دخلوا هذه الدورة الرياضية. ولعل كما أتذكر أن مدير المدرسة الفلبينية في المنطقة أسلم في هذه الدورة، كما أنه أيضا أسلم الرئيس رابطة الفلبينيين أيضا في المنطقة، والفضل لله سبحانه وتعالى. ثم لقي المكتب مثل هذه الدورات، وزعنا 2931 نسخة من تراجم معاني القرآن الكريم، وأيضا نفذنا معرضين للكتاب هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن
يشكر هذه النعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الحفل الكريم، ضيوفنا الأفاضل، وللمشاركين في دورة طرق وضوابط دعوة غير المسلمين للإسلام، كلمة يلقيها نيابة عنهم الشيخ ظافر ثابت الحكمي، فليتفضل مشكورا معجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. فالمقام مقام حمد لله سبحانه وتعالى على ما تحقق في هذه الدورة المتميزة في مضمونها وحسن ترتيبها وتنظيمها والإتقان الفريد بإخراج مادتها العلمية والدعوية والتربوية في إطار من الإبداع واستفادة من وسائل التقنية في عرض ذلك بصورة متميزة تعكس تميز القائمين عليها والمحاضرين فيها وتوفيق الله لهم. ومن تمام حمد الله وشكره أن أتقدم باسمي وباسم إخواني وأخواتي المستفيدين والمستفيدات في هذه الدورة بالشكر والتقدير لأصحاب الفضيلة في فرع وزارة الشؤون الإسلامية في المنطقة وفي المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في أبها على ما قدموه من عطاءات لا يسعها كلام في هذا المقام. فعن أي عطاء يسعنا أن نبحث في قواميس اللغة لنعبر عنه؟ أعطاء البذل من علمكم؟ أم عطاء البذل من أوقاتكم؟ أم عطاء الجود براحتكم وجهدكم وأموالكم؟ أم عطاء حسن الضيافة والإكرام؟ أم عطاء حسن المعاملة والابتسامة التي لم تفارق وجوهكم النظرة؟ فنعم العطاء عطاؤكم، ونعم ما قدمتم لحياتكم. فأسأل الله الذي وفقكم لهذا أن يوفقكم لتقواه، وأن ييسر التقوى لكم، وأن يجعل ذلك تقدمة لكم إلى الفردوس الأعلى من الجنة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ووجب علينا نحن الدارسين والدارسات أن نخص بالشكر والثناء عدلا وإنصافا لسحابة هذه الدورة المباركة الشيخ الدكتور عبد الله بن علي أبو عشي، الداعية البصير بدعوته، العالم بما يدعو إليه، على ما قدمه وبذله في سبيل تحقيق نجاح هذه الدورة وتحقيق الفائدة لنا. واعذرنا رعاك الله، فمن قاس جودك يوما بالسحب أخطأ مدحك، السحب تعطي وتبكي وأنت تعطي وتضحك. أصحاب الفضل والمعروف في المكتب التعاوني بأبها ومن شارك وساهم ودعم هذه الدورة بأي نوع من أنواع البذل والعطاء والمساهمة والمشاركة، نقول تقبل الله طاعتكم وجعل ذلك حفظا لكم وعافية في دينكم ودنياكم ومتاعا وزادا لكم إلى جنات النعيم، وجمعنا وإياكم مع خير داع لله ومبلغ لرسالته نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الحفل الكريم، ضيوفنا الأفاضل، فقرة التكريم ومع مدير إدارة دعوة وتوعية الجاليات للمكتب الأستاذ حسن بن محمد الأسمري، فتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما احنا نتعب مع أبو البراء إذا جلس على
منصة الإلقاء في الميكروفون حقيقة هو في منصة الإلقاء. على كل حال بعد الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومواله. كان في استقبال الجميع أخونا وحبيبنا وقدوتنا في دعوتنا إلى غير المسلمين بالتحديد أخي وحبيبي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله عشي، وكان كذلك أخونا وحبيبنا وميسر طريقنا في شعاب المالية والإدارية في المكتب الدكتور سعيد بن هادي البشري. ففي استقبالهم لكم كل البركة والفائدة، إلا أنني أعتذر عذر المقصر لكم جميعا أن لم أكن موجودا مع إخوتي في استقبالكم، وإن كنت أعرف أنه لم يحدث نقص غيابي، لكني أخص الإخوة الذين كنت على تواصل معهم طوال الأسابيع الماضية، ولكن عذري الذي أرجو أن تقبلوه أنني مع ابن لي مريض من الساعة الثانية ظهرا حتى هذه الساعة، فنرجو دعوة صادقة منكم كما احتجنا. لقاء هذه الليلة لقاء الشركاء، نحن نعمل بما نستطيع من وقتنا وموتينا من علم قليل في خدمة دين الله، لكننا لا نعمل وحدنا، فأنتم المحرك الرئيس لهذه المركبة. المركبة لا تعمل بأبوابها ونوافذها وشكلها الخارجي، ما يحرك المركبة هو المحرك الذي لا يظهر للناس. فأنتم أيها الأحباب الحاضرون جميعا، إن كنا نحتفي بكم هذه الليلة فنحن نحتفي بثلاثة أنواع من الأحباب والإخوان. الأول أو النوع الأول أو الإخوة الذين نبدأ بهم طلاب الدورة الذين ضحوا بسبعة أسابيع وبيوم من أيام الجمعة ويوم إجازتهم التي على حساب عائلاتهم وأطفالهم وشؤونهم الخاصة، فليس لهم منا كما لغيرهم إلا الدعاء بأن يبارك الله لهم في هذه الأوقات وأن يخلفها عليهم بخير. التكريم الثاني للإخوة الذين شاركونا في تقديم مادة هذه الدورة من أساتذة الجامعات ومن طلبة العلم ومن المختصين ومن الضيوف من المملكة ومن خارجها. الصنف الثالث وهم الذين يعملون في الخفاء وهم الداعمون والمشاركون. الداعمون والمشاركون معنويا، وهذا هو هدفنا قبل كل شيء، معنويا وبالدعاء، ثم دعمهم المادي الذي سير هذه السفينة في عباب مصاعب الحياة ومصاعب الدعوة والشكوك والشبهات التي تدور حولها في هذه الأيام. فلا نجازيهم بشيء إلا بنفس الدعوة التي نجازي بها من سبق، فنسأل الله أن يخلف عليهم ما أنفقوا وأن يبارك في أعمارهم وفي أعمالهم وفي ذرياتهم وأن يختم لنا ولهم بالصالح من الأعمال. لا نريد حقيقة أن نطيل، وقد اختصرنا كثيرا من فقرات اللقاء حرصا على وقتكم واحتفاء بالمكرمين. بعض الداعمين الذين أنفقوا بسخاء رفضوا الحضور، لكنهم أيها الأحباب رفضوا الحضور ليس لغيابهم، بل لا يريدون أن يعلم إلا الله، فهي صدقة خفية. والبعض ألحينا عليهم ولم يقبلوا إلا بجهد جهيد لأن يحضروا، ولم يحضروا من أجل هذا التكريم، إنما حضروا مشاركة ودعما منهم، فجزاهم الله كل خير. لا نريد حقيقة أن نتكلم في كثير من أمور المكتب التي سبق بها الأخوة الفضلاء، لكني أقول لمحات أو أعري على لمحات عن بعض الداعمين. بعض الناس يعيش 70 عاما، يبدأ بعد 20 سنة في
أداء الحج، فهو يحج 50 سنة، وفي ميزان حسناته إذا تقبل الله منه 50 حجة. بينكم بين الجالسين في هذه الصالة شخص تكفل بحج 53 بين المسلمين جدد وفقراء، جاريات وفقراء من كل الجنسيات منهم سعوديون. بين الجالسين في هذه الصالة شخص وكلهم لا يريدون ذكر أسمائهم، ولذلك كنا حريصين وكان رأي أبو البراء جزاه الله خير الدكتور عبد الله أن تكون الهدايا متشابهة، وإن كنا نعرف وتعرفون والجميع يعرف أن العطاء مختلف، لكن ما عند الله خير مما نعطي. أحد الإخوة من 21 سنة وهو يقدم وجبة الغداء للمكتب للمرتدين المكتب ما لا يقل عن 100 شخص كل جمعة، والآن العدد تقريبا 190، من 21 سنة يقدم وجبة مجانا ولوجه الله تعالى. شخص آخر قدم أو تبرع بحج 30 حاجة. داعمون العمرة كثير، وداعمون الحج كثير، وداعمون دعوة غير المسلمين والجولات الدعوية كثر، وإن كان كل نشاط في إدارة دعوة وتوعية الجاليات في المكتب لو بقينا أو لو أوفيناه حقه لكان له حفل مستقل بداعمينه بمنفذينه. هذه العطاءات لم ولن تكن لولا فضل الله أولا وتوفيقه، ثم دعمكم ودعائكم وتشجيعكم، دعمكم المعنوي والمادي. أيضا لا يفوتني ولا أنسى إخوة مشاركون لنا في الدعوة وهم العاملون بالمكتب من موظفين إداريين ومن مترجمين دعاة، ومن فضل الله انضم للمكتب هذه السنة 6 مترجمين من خريجي الجامعة الإسلامية تم مقابلتهم جميعا، ووصل 4 منهم بدأوا عمل الدعوة بالمكتب، وكلهم متخرجون بمراتب الشرف من الجامعة الإسلامية وعلى مستوى عالي من الخلق والدين والعلم من فضل الله جل وعلا، ولازال في الطريق إن شاء الله 2 يصلون خلال هذا الشهر أو الشهر القادم. لا أريد أن أطيل، أدعو إخواني منظمي الحفل بتجهيز مكان توزيع الجوائز، وأدعو أخونا وحبيبنا فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ محمد بن سعيد القحطاني، وإن كنت حقيقة كما شكرتكم أخصه بالشكر وأخصكم بشكر جميعا أيضا، لسبب أن هذه الدورة جاءت في وقت بداية الإجازة الدراسية، وكثير من الناس وأنا أعرف شخصيا أنه بدأ إجازته وأنه قطعها وعاد من أجلنا ومن أجلكم، فنسأل الله أن يجزيه خير الجزاء، وأعرف أن كثيرا منكم أجل سفره أو ارتباطه من أجل هذا الحضور، فلكم حقيقة منا كل التقدير والوفاء، ونعتذر كونها في هذا الوقت، لكن بعض الأمور الفنية زحف بين الوقت إلى أن كان الختام في هذا اليوم. أدعو فضيلة الشيخ محمد بن سعيد وفضيلة نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد الأناد كلمة الشيخ. طيب تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي، أجدني في غاية السرور والغبطة أن أكون أمام هذه الوجوه الخيرة المباركة التي أحسبها والله حسيبها قد أدركت تمام الإدراك معنى قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كما أحسب أن الفئة الأخرى التي بذلت وأعطت وتفضلت بالوقت والجهد والمال أحسبها والله حسيبها قد أدركت قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. لا غبطة أحبتي
إلا في مثل هذه الميادين التي يبتغى بها وجه الله. لا أملك وهذه الدورة في تمامها إلا أن أسأل المولى عز وجل أن يجعل كل من عمل في هذه الدورة وبذل من علمه أو من وقته أو من ماله أو من جهده أو بأي نوع من أنواع البذل، أسأل الله أن يبارك للجميع ما قدموه وما بذلوه، وأسأل الله عز وجل أن يكون ما تم هذا مثقلا لموازينهم عند الله تبارك وتعالى، فإن هذه الحياة هي رحلة نقطعها إلى الله عز وجل. والسعيد والموفق هو من وفق إلى مثل هذا العمل الخير فاقتطع مما يحب ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ليس بالمال فقط وإنما في الفكر وفي الجهد وفي كل شأن ينفع المسلمين، إن كان من كلمة لإخوتي وأحبتي الشيخ حذيفة ومن ماثله في هذا المقام، فإنما هي شكر وتقدير وثناء على ما يبذلون، وسؤال الله عز وجل أن يثبتهم ويثبتنا على دين الله حتى نلقى الله عز وجل. أحبتي، نحن في زمن فتن، والفتن كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم تموج موج البحر، والذي أوصي نفسي وإياكم به أن نكون دائما سآلين وملحين على الله عز وجل بالثبات أن يثبتنا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي على الناس زمان فتن فيه يرقق بعضها بعض، تجيء الفتنة فيقول الرجل هذه مهلكتي، ثم تجيء الفتنة فيقول هذه مهلكتي، ثم تجيء الفتنة فيقول هذه. فمن أحب أن يدخل الجنة أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم، وأن يوفقنا وإياكم، وأن يعصمنا وإياكم من الفتن التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي، وصيتي لكم ولكل من اختار هذا الطريق أن يثبت عليه، فقد يعترض ما اعترض من المغريات ومن الملهيات ومن العوائق، ولكن من استعصم بالله عصمه الله عز وجل ووفقه. هنيئا لأصحاب السعادة، أساتذة الجامعات، وكل من وفقه الله إلى لسان غير لسان العربية فيدعو به إخوانه ويستنقذ به من شاء الله أن يستنقذ، لأن نبينا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. شكري بعد شكر الله عز وجل موصولا لولاة أمرنا حفظهم الله، فلولا حبهم لهذا الدين ومشاركتهم لنا في الدعوة إليه ما تم مثل هذا الاجتماع. وأنتم تعلمون علم اليقين أنه في كثير من بلدان العالم لا يمكن أن يتم مثل هذا الاجتماع إلا بمضايقة وربما اضطهاد نبعدهم عن هذا الطريق، لكن نجد في هذا المجال من يؤيدنا ومن يعيننا من رأس الهرم إلى أسفل القاعدة. أسأل الله أن يديم على هذا البلد أمنه وأمانه وحرمه ودعاته وعلماءه وولاة أمره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأعتذر إن أطلت عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بتكريم وتسليم شهادات الإخوة المشاركين في دورة طرق وضوابط دعوة غير المسلمين للإسلام والمقامة في هذا المكان باللغة الإنجليزية. الأخ ظافر بن ثابت محمد الحكيم.
الأخ وليد، عاصم، صابر. الأخ وليد، عليك السلام. علي عوض، أحمد، آل محمد. عبد الله علي، عبد الله مرزا. مجدي عبد الكريم محفوظ. أسامة عبد الوهاب زاهي. طارق عبد الوهاب زاهي. عبد الله عبد الوهاب داعي. محمد علي سعيد عسيري. تفضل يا شيخ. علي سلمان سعيد آل سالم. أسامة محمد عبد الله. حسن محمد حامد الغامدي. عبد الرحمن علي سعيد دايلر. عبد الرحمن عبد الله العمالي. محمد إبراهيم محمد بيومي. جميل محمد فرج حسان. أخوة اللي يستلم شهادة عن أحد ما في مشكلة بعد. عليكم السلام. جميل محمد
محمد علي مبارك محمد كامل إبراهيم. الدكتور داود أحمد مهدي. دكتور سيد أحمد قادري. سلطان موسى عسيري. عبد الرحمن علي شهراني. عليكم السلام. محمد خليل الرحمن مولاه. محمد خليل. عبد الله عمر حمود مهدي. محمد نجم الحسن. شيخ فياض الدين. عليكم السلام. يحيى عوض فهيد الحيد. دكتور أشرف شعبان. شمس تبريز. عبد الرحمن محمد الحساوي. شرافة علي نواز. محمد خورشيد محمد سرور. جعفر عباس. ناصر عرافي عبد الله زيلعي. عيسى حسين إبراهيم. عادل حسن محمد العماري.
يحيى سعيد عبد الله مزود. مزود. يزيد علي سعيد دايلي. يزيد علي سعيد دايلي. ماجد عرافي عبد الله. والآن مع تكريم الإخوة الذين شاركونا في تكريم الدورة، الدكتور عامر بن علي الألمعي، الدكتور غرامة بيحيى الشهري، الدكتور عبد الله مفرح المنهي، دكتور عبد الله الملهي، برادر أندري مالان، أندري مالان، برادر حذيفة، الأخ حذيفة عبد الرحمن، الآن مع تكريم الأخوة الداعمين اللي أنشطة المكتب، الشيخ عبد الله عبد المحسن الثميري، عبد الله بن سعيد أبو ملحة، اللي ما هم فيه حطة ورا، عبد الهادي الغامدي، عثمان محمد البشري، سلمها نيابة عن الأخ عبد الكريم محمد مدير العلاقات العامة. الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس الأسمري مدير جمعية البر وعضو مجلس الإدارة جزاه الله خير. الشيخ سعيد بن علي بن بريك. الشيخ شاهد السرحاني، الأستاذ سلطان بن عبد الله الهادي، رزيني الأخ الفاضل رزيني العساف ابنه محمد،
الشيخ معيض سعيد بن معيض. المحاسب عبد الله شاهر القحطاني. المهندس مانع علي عسيري. الأخ سعيد محمد ظافر. الأخ طارق القرني. أحمد معيض، الشيخ أحمد معيض آل سليم ابنه. الأخ محمود سعيسة. حسين عبد الرحمن دعجم. الشيخ محمد سعيد شلوان. الأخ الفاضل سعد محمد أبو بيّر. الأخ عيسى حسين إبراهيم. الشيخ يحيى سعد الصوفان. الشيخ يحيى سعد موجود، يغادر قاعدة الصلاة. الأخ الفاضل الشيخ تركي سعد الهباش. الأخ أحمد بشير. الأخ عبد الخالق حسن المشهور. الأخ عبد الله علي سعيد العمري أبو مجاهد. عبد الرحمن، الأخ عبد الرحمن محمد كامل. جزاه الله خير، المستشار الإنترنت في المكتب. جزاه الله خير. عوض حسن الوليدي. الأخ عوض حسن الوليدي. الأخ محمد العثمان. سليمان الأكوع. أيها الأحباب، فضلاً اللي غادروا القاعة، الأخ زاهد والأخوان، لو سمحتوا انتظر دقيقة. نختم أيها الأحباب بثمرة بمن؟ Brother Joseph, our cameraman and technician of this home. Thank you, Brother Joseph. You're welcome. قبل الختام أيها الأحباب، ثمرة من ثمرات عطائكم ودعمكم هذا الأسبوع أسلم
6 إخوان. كم؟ أي جاءوا. وكانوا قبل قليل الموجودين 6 وبعضهم اعتذر عن الوصول. على كل حال من ثمرات دعمكم إسلام كثير من الإخوة من جنسيات مختلفة. من فضل الله بعد افتتاح أو تنشيط القسم النسائي أصبح المسلمات أكثر من المسلمين. الآن مع فقرة إعلان مسلمين جدد وهم من أسلم هذا اليوم ومن أسلم بعد البرنامج. برنامج الجمعة ينتهي صلاة العصر الساعة 4، لكن من أسلم بعد البرنامج أو من أسلم خلال هذا البرنامج ندعوهم لإعلان إسلامهم أمامكم. Dear brothers, new brothers, new Muslims, you are welcome here to declare your shahada. Brother Abdul Rahman, where are you? طبعا في من الجاليه السريلانكيه والهنديه واليابانيه وسته من الفلبين. فدائما وابو البراء جزاه الله خير يفتى ومالكم في المدينه، لكن نتحرى دائما عند اعلان اسلامهم قناعتهم وان ليس هناك لا مصلحه وراء الاسلام ولا ضغوط من شخص. فهم دائما لا يعلن ولا يمنح الشهاده احد من المكتب الا بعد التاكد من هذه الامور. نعلن الان اسلامهم مع الشيخ محمد جزاه الله خير. دير اسمحوا لي بس كلمه للاخوان. دير براذرز، وي ار هير ان ذيس بليس، سو هابي تو هاف يو وذ اس. ان شاء الله ريكورد ان يو هابي لايف ان اسلام. Everybody is happy here for you. We just want to share you your happiness. And we want to share you your happiness and to say congratulations and you are welcome. You were our friends when you came to Saudi Arabia. And now you are our brothers. You have our rights and upon you also another rights. Now you will declare, you will repeat only in Arabic the shahada, which is a few statements you will repeat only in Arabic. You repeat with the Sheikh to say أشهد 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 أن لا إله لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا رسول الله رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن النار حق. أيها الأحباب، نعطيكم فرصة لتهنئتهم. بقى من برنامجنا، أول شيء نختم إن شاء الله بصلاة العشاء في مسجد المستشفى، ثم تتوجهون ضيوفنا أعزاء إلى الدور التاسع للسلام لتناول وجبة العشاء. حياكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الشيخ عبد الله، أتولى الشيخ في هدية الشيخ.
تفضل يا هدية متواضعة لفضيلة مدير عام وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، يقدمها